كبار السن هم أكثر الناس عرضة للإصابة بصعوبات البلع. اليوم أخصائية التغذية رند الديسي رح تعطي نصائح لهالأشخاص، وأيضاً بنستقبل اتصالاتكم لأي استشارات للتغذية مع رند الديسي. كمان شوي رح تظهر أو هلأ عم تظهر أرقام البرنامج على الشاشة. صباح الخير رند. صباح الورد رندا، تمام، وأنت كيفك؟ أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. صباح الخير رندا. صباح النور غادة. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. الإضافة الجديدة لدنيا بتجنن عن جد. أهلا وسهلا فيكي ببرنامج دنيا دنيا، وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا حبيبتي. يعني اذا نحكي عن اسباب صعوبات البلع عند كبار السن، ايش هي الاسباب الحقيقيه لهذا الامر؟ اوكي، هلا بصراحه اخترت اليوم احكي عن هذا الموضوع لانه عم بشوف في كثير كبار السن عم بيكون عندهم سوء تغذيه، خساره كثير كبيره بالوزن، جفاف، وللاسف احنا ما بنعرف انه السبب الرئيسي ممكن يكون as simple as انه هو بس عنده صعوبه بالبلع. هدول الاشخاص طبعا بيتطلبوا وقت وجهد اكبر لينبلع الاطعمه معهم، فبالاخر بيؤدي الى استهلاك كمية أقل من الأطعمة اللي بيؤدي إلى سوء بالتغذية، أو حتى ممكن يكون يؤدي إلى جفاف أو خسارة بالوزن. في عندي شو بصير هو ليه يعني بصير صعوبة بالبلع؟ في عندي أسباب متعددة، وفي عندي سببين رئيسيين ممكن يكون هم الناتج عنهم يكون عندي صعوبة بالبلع. إما عندي عسر بالبلع البلعومي فبتكون متعلقة في البلعوم، أو عندي عسر البلع المريئي. رح نبلش اليوم ونناقش المشاكل اللي هي بتتعلق بالمريء، بعدين رح نحكي عن البلعوم. لنبلش نحكي عن عسر البلع المريئي. أول مشكلة رئيسية بنشوفها عند الأشخاص واللي هو تعذر ارتخاء العضلة اللي بتكون بالمريء من العضلة السفلى للمريء، اللي نحن بنسميها اللور إيسوفوجل سفينكتر. هاي العضلة هي الفاصل الرئيسي ما بين المريء والمعدة. تعذر ارتخاء هاي العضلة بيؤدي إنه الأكل مش كله يفوت للمعدة، بصير في عندي ارتداد بالمريء اللي بيؤدي إلى عسر بالبلع. ثاني سبب رئيسي واللي هو بيكون عندي تشنج عام بالمريء، يعني في عندي انقباضات للمريء، للحركة الدودية للمريء، الباراستالسيز نحن بنسميها، ولكن هاي الانقباضات بتكون قوية كتير بس مش منظمة. سوء التنظيم لهاي الانقباضات بيؤدي إلى عسر في البلع، واللي بيؤدي إلى اللي في إنه يكون عندي تقبل للأطعمة اللي أكيد بتأدي لمشاكل بالبلع ومشاكل بالأكل. كمان ما ننسى عندي سبب رئيسي واللي هو الجاسترو إيسوفيكال ريفلكس ديزيز، أو نحن بنسميه الارتداد المريئي. الارتداد المريئي شائع كتير بين الأشخاص، ولكن بيزداد شيوعا ما بين كبار السن، بنشوف إنه بيعانوا منه بشكل أكبر. كمان ما ننسى بعض أنواع من السرطان أو حتى الحساسية من الأطعمة ممكن تؤدي إلى عسر في البلع المريئي. أما عسر البلع البلعومي كمان في عندي أسباب، ولكن تختلف عن المتعلقة بالمريء. لنحكي عن عسر البلع اللي بيكون فيه البلعوم، السبب الرئيسي اللي بصير عندي اللي هي اضطرابات عصبية، يعني الأشخاص اللي عندهم باركنسونز ديزيز، أو عندي التصلب المتعدد المالتيبل سكلروسز، والعادة ما بتكون شائعة بين كبار السن، ممكن تؤدي إلى عسر بالبلع البلعومي. وكمان ما أنسى أنه مشاكل بالأعصاب، يعني الأشخاص بينصابوا فجأة بجلطة على الدماغ أو مشاكل بالنخاع الشوكي بالضبط بتأثر على قدرة البلع. وأخيرا في عندي نوع من أنواع الأمراض نحن بنسميه الزنكر دايفرتيكولم. الزنكر دايفرتيكولم هو أشخاص بصير عندهم مثل كيس صغير أو حقيبة صغيرة فوق البلعوم، بتأدي إنه هاي الحقيبة بيتجمع فيها الأكل عند البلع، بتأدي لصعوبة بالبلع. بنشوف إنه دائما عندهم صوت مثل غرغرة بالحلق. بيكون عندي كمان مشاكل عند هدول الأشخاص إنه بتكون رائحة الفم كتير كريهة، وكمان بنفس الوقت قابليتهم على الأكل كتير بتقل، وبيكون عندهم سعلة متزايدة. هاي كتير منتشرة بين كبار السن، أسبابها غير معروفة، ولكن ممكن إنها تكون بسبب ارتخاء العضلة المريء مع مرور الوقت. تمام. طيب هلا نحن اكيد بنقول الاشخاص اللي عم مثلا بيعانوا من هاي الصعوبه بيكونوا اكيد توجهوا لاطباء عرفوا مثلا سبب او لما ما عرفوا. نحن هلا بنحتاج منك رد انه تعطيهم النصائح، شو لازم ياكلوا، كيف لازم ياكلوا الدواء. هدول الاشخاص دائما عندهم دواء ياخذوه. مزبوط. كيف مثلا لازم ياخذوا الدواء؟ اوكي، هلا بالعاده احنا اذا كان عندي مشاكل بالبلع يفضل اني انا استشير الطبيب اولا لحتى اعرف وين عندي مشاكل البلع، هل هي بالبلعوم او بالمريء. هذا الإشي بصير عبر إنه نحن بنعطي الأشخاص باريوم سوليوشن، واللي هو محلول يحتوي على الباريوم اللي بلون المناطق اللي بيكون فيها مشاكل، فبتظهر بسهولة أكتر لما نحن نعمل لهم أكسري.
فبهاي الطريقة أو أشعة بهاي الطريقة بقدر أعرف وين المشاكل اللي عندي إياها، وبقدر أعرف شو التغذية العلاجية اللي بدها تكون مقرونة مع هاي المشكلة. أيوة حسب وشو أصل المشكلة يعني. بالضبط، إذا كانت بالبريء أو بالبلعوم. بالعادة إذا كانت بالبلعوم نحن بننصح أنه نحن نتبع دايت بيكون اسمه فول فلويد، يعني سوائل، بس هاي السوائل بتكون كثيفة. أي نوع من اللحوم، الدجاج، الأسماك اللي بدي أخذها بدنا نطحنه، زي كيف بنطعمي الأطفال الصغار. بدنا نحاول قد ما بنقدر أنه نحن نطحن الأكل لنقدمه لهدول الأشخاص. يفضل أنه نحن ما نعطيهم أي نوع من الأطعمة اللي ممكن تلزق بالبلعوم أو بالمريء، مثل عندي القهوة، الشاي، العصير على فكرة مش جدا أبدا مش سهل للبلع لهدول الأشخاص. الأشياء اللي فيها كراميل أو فيها أي نوع من زبدة الفستق، المكسرات اللي هي بتكون بتلزق بالعادة، صح، ممكن تؤدي إلى مشاكل بالبلع بطريقة أكبر. وما ننسى أنه بدنا نمتنع بشكل رئيسي عن القهوة، الشاي، الكحول والتدخين، لأنهم أكيد بيزيدوا من هاي الحالة عند هدول الأشخاص. أوكي. السعرات الحرارية اللي عادة بيحتاجوها يومياً لحتى يقدروا أنهم يأخذوا الأدوية اللي بياخدوها، أو لحتى يقدروا يكونوا أوايا ويقدروا يعني يمارسوا حياتهم بشكل عام يعني. أوكي. هلأ السعرات الحرارية غادة بتتحدد حسب الشخص، حسب طوله، عمره، والفئة اللي هو بينتمي إلى الفئة الجنسية، إما ذكر أو أنثى. هون أنا بقدر أعرف قديش بيحتاج سعرات حرارية، ولازم أنه نحن ناخد السعرات الحرارية اللي أنا بحتاجها لأحد من مشاكل سوء التغذية، خسارة الوزن أو الجفاف. تتحدد ما بين شخص للآخر وبتختلف ما بين شخص والتاني، بس الأهم أنه أنا أعرف ألاقي طرق صحيحة كيف أقدر أعطي هدول السعرات الحرارية. يعني كتير من الصعب أنه أنا أجي أحكي لشخص عنده مشاكل بالبلع أنه بدك تأخذ حبة كاملة، أو بدك تأخذ شوفان، أو بدك تأخذ أي نوع من الأطعمة اللي بتكون لزج كتير وصعب البلع. أيوة. على الشخص العادي، حتى بنلاقي الشخص العادي بيستصعب أنه يبلع الخبز الأسمر أكثر من الخبز الأبيض، فما بالكم الشخص اللي عنده مشاكل بالبلع. فأنا لازم أحدد له سعرات حرارية، بس لازم أعرف أكثر كيف بدي أعطيه هاي السعرات بالطريقة الصحيحة. ممكن أنه أنا ألجأ لاستخدام أي نوع مثل ما حكينا من الهرس أو الطحن للمأكولات. النشويات بدها تيجي من البطاطا، بدها تيجي من المعكرونة السمراء اللي بالعادة بلعها بيكون أسهل من الخبز، من أي نوع من النشويات اللي بتمتص سوائل بسرعة مثل الشوفان، الخبز، الحبة الكاملة، هدول بدي أبعد عنهم شوي، أركز له على أشياء سهلة البلع أكتر. ممكن أنه نحن نستعيد بأنه ناخد كاسة مي دافية وناخذ نصير منها سبس صغيره او شربات صغيره بعد كل لقمه، بتسهل من انه الاكل يمرق بالمريء بطريقه اسهل. وبنفس الوقت هدول الاشخاص بدنا نبعد مثل ما حكينا عن القهوه والشاي واي نوع من الماكولات اللي بتلزق بالبلعوم او بالمريء. تمام. وارقام التليفونات اذا عم بتكون على الشاشه، اذا اي حدا حابب انه يحكي معنا، يستفسر، يسأل أكثر، لأنه أنا بعرف يعني الأشخاص اللي عندهم كبار بالعمر دائماً بيكونوا خايفين عليهم، مش عارفين كيف قادرين بدهم يريحوهم. صح، بتكون مسؤولية. طب راند، إذا في أشياء كتيرة ما بيقدروا يتناولوها، هل هم بحاجة لمكملات غذائية؟ أوكي. بالعادة نحن بننصح أنه نحن ناخذ مكملات غذائية لكبار السن، وخاصة لما نحكي عن الفيتامين دي، الفيتامين دال، لما نحكي عن الكالسيوم، لما نحكي عن الحديد، وعادة ما بيحتاجوا لنسب أعلى من الفيتامين سي. ينصح أنه نحن نعطيهم مكمل غذائي بس مش عشوائي. نحن لازم أولاً نعمل الفحص، بنشوف نسب الفيتامينات والمعادن الموجودة بالجسم، بعدين بلجأ أني أقرر هل أنا بحاجة لهذا المكمل أو لا. ويفضل أنه هذا المكمل نحن ناخده على شكل جومي بيرز اللي بينمضغوا، بتكون مثل الحلوى. في منهم للكبار والصغار موجودين بالصيدليات. بتكون مثل الحلوى، بمضغها وبتكون أسهل للبلع من حبة الدواء. وهلأ أكتر رح نحكي عن الأدوية اللي بيأخذوها. ضروري كتير عشان نشوف كيف يأخذوا الحبة، بس أول عشان ما نخلي نهى تتأخر معنا. نهى من الفحي، صباح الخير نهى. أيوة صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي، كيف حالك؟ على البرنامج المرتب. تسلمي، الله يسعدك. تفضلي هاي رند الديسي، جاهزه تسمع سؤالك. يا حبيبتي بس بدي اسال تبعت التغذيه، ست ما بعرف نسيت اسمها. اسمي رند، تفضلي. في حكت عن العسل قبل هالمده، حكت عن العسل اللي مغلف تغليف سودا يمكن، وهو لأنه أنا عندي حساسية كتير قوية بحلي، فقالت لي للحساسية. هو أوكي ست نهى.
نعم. معلش أغلبك الله يسعدك، إذا بتقدري تسكري صوت التلفزيون تسمعينا من التليفون بيكون أفضل، وإذا بتقدري تعيدي عشان رن تقدر تسمع السؤال بوضوح. تفضلي. هي عملت حصة عن العسل. مظبوط. عن العسل. فهذا في نوع عسل قالت للحساسية، اللي الوردة اسمها ما بعرف شو هو، الوردة هيك إشي يعني. الوردة. أوكي. عرفته هي. عملت يعني هي عن العسل بأنواعه، ففي كانت مخصصة عسل، علبة عسل كانت مغلفة هيك غلافها أسود أو بني أو أسود. صح. هلا انت نهى بدك اسم العسل اللي استخدمناه؟ بدي بس اسم العسل. اوكي، رح ابعث لك اياه تحت الهواء بكون افضل، ورح اجيب رح اجاوبك على سؤالك، وكمان رح اعرض لك علبه العسل كيف بيكون شكلها ومن وين انك تقدري تجيبيها. الله يسعدك حبيبتي. شكرا لك. شكرا. العفو. الله يطول عمرك. هلا حبيبتي. باي. شكرا. باي. شكرا. شكرا اخت نهى. طيب بيجي للدواء، كيف ياخذوا الدواء؟ يعني مرات بيكون عن جد بيكون كثير، يعني انا بحس اي حدا عنده كبير بالسن بالبيت بيكون كثير يعني عن جد مسؤوليه، وبتخافي تغلطي معاهم لانه عن جد جسمهم حساس، يعني ما عادش فيه هالمرونه. فشو اضبط طريقه ياخذوا الادويه اذا ما بقدر يبلعوا الحبه؟ اوكي، بالعاده نحن بنلجا لطريقه انه نحن بنطحن الدواء وبنحطه مع شويه عصير وبناخده على شكل سائل. للاسف تثبت الدراسات انه نحن ممنوع انه نحن نطحن اي نوع من الادويه الا اذا كان مذكور باللوحه الطبيه اللي بتكون موجوده مع الدواء، بتكون مرفقه مع الدواء، انه يسمح انه نحن نطحن هذا الدواء قبل استهلاكه. ليش؟ شو بصير اذا مش مكتوب؟ في ثلاث اسباب رئيسيه. نحن ما يفضل انه نحن ما نطحن الادويه قبل ما نستهلكها. من هاي الاسباب انه اولا اما الدواء بيكون مخصص انه يكون امتصاصه على فتره طويله، فبتكون امتصاصه ببطء، لما نحن نطحنه امتصاصه بيكون سريع جدا، فللاسف ما بيعمل مفعوله بالطريقه الصحيحه. بالاضافه لهذا الشيء، في بعض كمان من الادويه بينحمى، يعني بيكون كوتد، بيكون مغلف بطريقه انه هو نحمل الدواء ومركب الادويه من الاحماض اللي بتكون بالمعده من انها تهاجم هاي المركبات. وثالثا في بعض من الادويه بيكون مغلف بطريقه معينه عشان يحمي المعده من الادويه نفسها. لما نحن نطحن هذا الدواء احنا بنمرق كل هاي الادويه عبر المريء اللي بالعاده مش لازم انه نحن نعرضه لهاي الانواع من الادويه. استبدال لهذا الشيء انه ممكن استشير الطبيب او الصيدلاني يعطيني نوع اخر من الدواء، اما تكون الحبوب اصغر او في عندي بيكون منه شراب. تمام. اذا كان شراب يفضل انه نحن نستهلكه، بيكون اسهل للاستهلاك من انه تكون حبوب صغيره للبلع. رند معنا اتصال اسعاف عم تحكي معنا من مادبه. صباح الخير. اهلين. صباح النور. كيف حالكم؟ الله يخليكي. الله يسعدك. اهلا العافيه ان شاء الله. اهلين. تفضلي رند معك بتسمع سؤال حضرتك. صباح الخير استاذ رند. اهلا اسعاف. كيف حالك؟ ان شاء الله مبسوطه. يسعدك. تفضلي. ايوه والله بالنسبه للحجه عندها صعوبه بالبلع والله. يعني الحجة عمرها 85 بس صعوبة بالبلع والله العظيم، وبتتصدق والله. عم تعطوها أكل كامل يعني مش مطحون، ولا عم بتجربوا معها تعطوها أكل مطحون؟ مطحون يعني مو مطحون والله، عادي يعني، بس عادي أكلها عادة طبيعي والله. اوكي، بس بدك تعرفي اسعاف، احنا اذا عم نضلنا نعطيها اكل طبيعي هذا الاشي ممكن يخلي الحاله تزداد سوء، فبدي انه انا انتبه من هاي الشغله، نحاول قد ما بنقدر انه نحن نطحن الاطعمه قبل ما نعطيها لكبار السن، ونعملها بطريقه هم كمان يستسيغوها، يعني مش بالضروره انه انا اطحن كل اشي مع بعض ويكون الشكل غير مستساغ، ممكن انه انا مثلا اعمل بدل من خضار مثلا مسلوقه ممكن اعملها مطحونه، ممكن بدل من ما يكون عندي الجاج مقلي وبكون هو ناشف اكثر ممكن يكون مسلوق ونقطعه لقطع صغيره، يعني بدي اعامل الشخص اللي كثير كبير بالعمر اللي عنده صعوبه بالبلع زي كيف طريقه تحضير الاكل تبع الرضع والاطفال، انه يكون سهل للبلع، بنخاف من انه يتشردق وبنخاف من انه يكون عنده مشاكل لبعدين او سوء بالتغذيه. اذا وزن الشخص اللي عندكم بالبيت قل اكثر من 7 كيلو خلال هدول الشهر الى شهرين، هون عندي بيكون مشكله كبيره ولازم انكم تلجأوا لطبيب لنلاقي حلول لهاي المشاكل. شكرا رند. شكرا لكم. طيب تمام. يعني هلا انت حكيتي لنا عن بعض الماكولات اللي لازم ياكلوها، وعم تحكي كل هذه النصائح انه يصير هرس للاطعمه، وزي ما حكيتي هلا يعني اكيد لازم كمان نحافظ على الشكل طبعا، لانه الكبار بالعمر كمان ما بدهم يحسوا حالهم اولاد صغار، الولد الصغير مو حاسس بشيء، بتعطيه بياخذ شو بتعطيه. ولكن
إذا بدنا نعملها أكثر يعني سهلة لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا، ما هي المأكولات اللي عن جد يجب التركيز عليها لحتى يكون فيها فائدة كتير كبيرة؟ أوكي. خضروات أكثر، فاكهة أكثر. تمام. هلا إذا أنا بدي أجي أخذ هاي المأكولات بطريقة ذكية، ممكن إنه أنا ألجأ إني أخذ كل إشي يكون لزج. يعني على سبيل المثال أنا بدي أعطي هذا الشخص حليب، وبدي أعطيه مثلاً أي نوع من أنواع النشويات، بدل من ما إني أعطيهم لحال، ممكن مثلاً أعمل له صحن رز مع حليب. هذا الإشي بيكون سهل، لزج، بيكون متماسك مع بعضه وبسهولة بينبلع. أو ممكن ألجأ إني أخلط اللبن مع الرز، نحاول ما نعطيه هيك مأكولات جامدة لحالها، يعني رز لحاله بدون صلصة أو بدون مرقة. حتى الصلصات ببعض الأحيان ممكن تزيد من مشاكل حرقة المعدة اللي بيؤدي إلى المزيد من مشاكل في البلع. فإذا بدي أعمل إشي الصلصة الحمراء بدها تكون بندورة طبيعية، ما نستخدم رب البندورة اللي بيكون جاهز أو معلب. بالإضافة لهذا الإشي بالفطور بالغداء وبالعشاء بدي أركز دائما على البروتين كمصدر أساسي للغذاء. يعني على الفطور إذا عملنا لهم أي نوع من البيض ممكن نضيف عليه نهرسه ونحط عليه كتير من الزيت الزيتون، كتير بيكون زاكي وبنفس الوقت مستساغ طعمه، فهدول الأشخاص رح يتقبلوه بطريقة أسهل. يفضل إنه نحن ما نلجأ للخبز الأسمر، الخبز الأبيض يعتبر ذات قيمة غذائية أفضل لهدول الأشخاص. الخضار يفضل أنها تكون مقشرة، يعني إذا بدي أعطيه خيار أو إشي يفضل أن نحن نشيل القشرة اللي بالعادة بتكون ناشفة وصعبة للبلع. يفضل كمان أنه أنا أبتعد عن العصائر خلال وجبة الفطور، وأركز على أنه نحط كاسة مي صغيرة دافية مائلة للسخنة، لحتى إذا عندي تعذر البلع أقدر أنه أنا أخذ شربة صغيرة من هاي المي وتسهل عملية البلع. تمام. الوجبات بدها تكون يعني خلال اليوم متعددة، ما بين 6 إلى 8 وجبات، كميات كتير قليلة، ما نتعدى الكوب الواحد من كمية الوجبة بأكملها. السناكس قليل والله كوب. مش كتير. قليل كتير. عشان هيك نحن بنحكي من 6 إلى 8 وجبات عشان معدته تتقبل أكتر. الفاكهة بدها تكون بالمعظم مهروسة أو معمولة كومبوت، يعني مطبوخة. مثل في اتصال؟ ناخذ الاتصال. ناخذ. طيب عشان ما نخليها تستنى كتير معانا أسماء من الزرقاء. صباح الخير ست أسماء. مرحبا، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، تفضلي. الحمد لله. معلش بدي أحكي مع الأخصائية. يلا تفضلي أسماء، بس لو بتقدري تعلي صوتك شوي. ماشي. لو سمحتي بدي أسألك، أنا معي الغدة الدرقية. أوكي. وصار لي فترة بتشردق كثير، يعني حتى وأنا قاعدة من دون ما أشرب ولا سوائل ولا إشي، فهي بتكون منها، وشو الحل لو سمحتي؟ أوكي تمام، شكرا لاتصالك أسماء. هلا أسماء، إحنا حكينا بفقرة كاملة عن الغدة الدرقية، وحكينا عن مشاكل الغدة الدرقية، وأحد أسهل الطرق أعرف إذا أنا عندي مشاكل غدة إنه لما أنا أرفع رقبتي وأبلع أي نوع من العصير أو المي أو الأطعمة أشوف في تحرك كتير كبير بالمريء. هذا بيكون سببها إنه عندي الغدة بتتضخم، فبتقلل من أو بتضغط على المجرى التنفسي، بالإضافة للمريء اللي بيكون موجود عندي. الحل إنه أولاً أنت لازم تلجأ إلى طبيب ليعطيكي الثايروكسين، أو اللي هو الهرمون اللي بتفرز الغدة، لحتى نحن نحد من زيادة مشاكل الغدة. ما ننسى إنه زيادة إفراز الغدة وتعبها هو اللي بيؤدي إنها تتضخم، فهون بيؤدي إنه أنا عندي مشاكل بالغدة. إذا أنت حالياً عم تاخدي الثايروكسين، يعني الثايروكسين اللي عم تاخديه غير كافي، فيفضل إنه نحن نراجع الطبيب لنعرف قديش الجرعة اللي أنا بحتاجها. بالعادة يفضل إنه نحن نلجأ لطبيب غدد صماء. بهاي الحالة لازم إنه نحن نحل السبب الرئيسي، مش إنه نحن نتعامل أو نتعايش مع الموضوع. فإذا بدي أحل مشاكل الغدة أولاً، بعدين ألجأ لأغذية أو مأكولات ممكن تكون أسهل للبلع وما تعمل لي هاي المشاكل الغذائية. أوكي رند، شكراً لك حبيبتي. شكراً لكم.